نعم، لكن لو ذكرت لنا أسباب هذه المظاهرات في الآونة الأخيرة. جاءت هذه المظاهرات بسبب قلائل الأسعار في عامة جغرافيا سياسية ما تسمى إيران، وذلك بسبب الفساد الذي ينخر في حكومة الاحتلال الفارسية ونظام الملالي الذي يرسل خيرات الأحواز ويدعم بها التنظيمات الإرهابية في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ويحرم الشعب الأحوازي من خيراته، وأيضا حتى وصل هذا الفقر والحرمان إلى أوساط الشعوب الغير فارسية الأخرى، وأيضا حتى في أوساط الشعب الإيراني. فهذه هي حقيقة معضلة الصراع المتواجدة، ولكن الشعب الأحوازي قد أوضح عن في هتافاته الأخيرة أن لا حل سوى رحيل الاحتلال. الشعب الأحوازي اليوم لن يتراجع، وكانت تصريحاته واضحة، هتافاته واضحة، ارحل ارحل يا محتل، وكانت يعني بصراحة كانت تدين المرشد الأعلى الإيراني بشكل مباشر علي خامنئي، ولم تقصد الجهات التي تأتي بعد علي خامنئي، وهم يعرفون أن من يسبب كل هذه المصائب في أوساط الشعب الأحوازي والشعوب المحتلة الأخرى كالشعب الآذري والكردي والبدوشي من قبل سلطات الاحتلال الفارسية، وحتى الشعب الإيراني أصبح اليوم الفرس أصبحوا يعانون من هذا النظام المجرم الإرهابي.